الوغ شنو الرياضه اللي كديري لطيفه؟ كندير اليوغا وكندير لاكواجين. علاش بالضبط يوغا ولاكواجين؟ اليوغا سي لو كتحيدي لو ستريس، سي لا كونسونطراسيون. لا اليوغا راه ماشي غير كتحيدي لو ستريس ولا كونسونطراسيون، راه لي زيتيرمون لا سوبليس، سورتو انا استاذه ديال التعبير الجسدي دونك مهمه، وايضا كتخليك لا زينيتود، لان فيك هاد لو ريتم ديال الحياه ديالنا راه ما ساهلش. وبالنسبه لاكواجيم انك ديري دي موفمون يعني في الماء، ولاكوا بايك وداكشي راه ما ساهلاش، دونك سا تو بيرمي انك كتكوني في الماء اون ميم طون كديري يعني دي موفمون بور موسكلي لو كور وتخافايي لا سوبليس. دونك كتنصحي النساء انهم مثلا يمارسوا اليوغا والاكواجيم؟ كنصحهم بعدا اولا بالمشي، يتمشاو، لان هذه رياضه ما كتسوى حتى ريال، يعني رخيصه وبالمجان. اي بالمجان، يعني يتمشاو كل ما تمشاو في الطبيعه بحال اليوم حنا كيفاش كنتمشاو دونك مزيانه. ويلا كانت عندهم الامكانيات باش يديروا اليوغا ساسخا بيان، الا ما كانش يتبعوا راه كاين دي كوتش دابا في اليوتيوب وفي الانترنيت، سينو يديروا لاكواجيم. مزيانه الرياضه، مهمه بزاف، كتنقي العقل وكتنقي المخ وكتنقي لو كور. سورتو المراه المغربيه خصها تحيد على ستريس ياك ولا وا تيسي الانسان دابا كله مستريسي، لان ولينا كنعيشوا ما بين الديجيتال والفيرتوييل والغيال، دونك كاين بوكو دو ستريس وبزاف ديال المشاكل وهذا. ولكن المراه المغربيه حيت عندها الدار وعندها برا، دونك سي فري عندها شويه ديال لا بريسيون.